ممكن استنى نبدا خلاص إلى ابنها العاق أحببت أن أقرأها عليكم إيمان. قلت لي هذا ديال بني ملال زيد عمر زين. وكي داير الفرق ديال بني ملال ديال زاكورة؟ ديال زاكورة قليل. ثلاث زاكورة ثلاث؟ ما بقاش فيها. نهائيا. نهائيا. هكاك. يعني داك الشيء كان قليل عنده. لا هي الموسم ديالها سالا صافي موسم سالا يعني دابا بقات بني ملال واش اخر بني ملال و... والعرائش والعرائش بني ملال والعرائش. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه. الحد الجديد يعني ديال بني ملال موجود ودير غير 4 دراهم للكيلو. هذه هي الجوده ديالو متابعي قناه شوف تي في. وكيف ما سمعتوا بان ايضا ارتسام ديال الخضار اللي كيقول لك بان اللحزه زاكورة يعني ما بقاش يعني الموسم ديالو سالا. زيد على ذلك بانه مازال فقط غير ديال بني ملال والعريش. وكي داير هاد اللحد ديال بني ملال زين زوين واللي ما جبناه الا يزين. واش كاين اللي هادي نقول السلعه شي ما زيناش. هذا هو حاليا متابعي قناه شوف تي في التلاح يعني جديد ديال بني ملال ديال مدينه ابني ملال اللي دخل دابا حاليا لمدينه الرشيديه واللي مازال دابا حاليا في الاسواق متابعي قناه شوف تي في ديال يعني التلاح ديال بني ملال والتلاح ديال العرائش. والثمن ديالو وصل 4 دراهم الكيلو. واش حتى نتوما متابعي قناه الشعب يعني وصل عندكم هذا الثمن هذا اقل ولا اكثر؟ ايه 3 دراهم ونص 4 دراهم 3 دراهم ونص 4 دراهم على حساب. ولكن عرفوا كدير اللوبيا انت مع الكليان انت اللي ما عندوش كتقول له الدنيا هانية هانية كيفاش ربي يعطيك التلالح بزاف. يعني كيف ما قلنا متابعي قناة الشعب هذا هو الدلاح يعني ديال مدينة بني ملال جديد اللي دخل مدينة الرشيدية حاليا وكيدير 3 دراهم ونص 4 دراهم. شحال وصل عندكم التلاح متابعي قناة شوف تي في؟ وايضا بان التلاح يعني ديال زاكورة ما بقاش يعني الموسم ديالو انه سالا دابا مازال التلاح ديال بني ملال ودلاح العرائش. واش حتى نتوما متابعي قناة شوف تي في وصل الثمن 3 دراهم ونص 4 دراهم في كل مدينة منين كتشاهدوا معنا هذا البث؟ وايضا واش وصل عندكم ايضا حتى التلاح ديال بني ملال وكيدير الجودة ديالو؟ بالنسبة للجودة ديالو متابعي قناة شوف تي في واللي سولنا عليها واحد شوية والناس اللي هما خداو هاد التلاح ديال بني ملال اللي كيقولولك بأنه مزيان تبارك الله الحمد لله خيرات الله يعني بمدينة الرشيدية وأيضا في المغرب في المملكة المغربية العلوية الشريفة. فقط الله يجيب غير باش أن الإنسان ياخذ لهاد التلاح للبطيخ لجميع الفواكه في هاد الصيف هذا. القدرة الشرائية اللي ضعيفة يعني في مدينة الرشيدية وف في اغلب يعني في مجموعه ديال المدن المغربيه غير زلان كتقول لك هذا جديد ايوا ما كتحشموش غير العود ديالو باين من بعيد. اودي كنقولوا جديد لا غزلان غزلان بالنسبه لها جديد ليه جده والبليله تفرط فيه. بالنسبه لهاد الجديد هذا يعني جديد ديال بني ملال ديال مدينه بني ملال. حنا كنا مولفين انه كيجي الدلاح ديال زاكورة وكيكون يعني الموسم ديالو مازال مستمر وكيكون بكثره الا هو انه هذا جديد ديال مدينه بني ملال يعني دخول جديد الى مدينه الرشيديه. هذا هو العنوان البت الاخت غزلان. حنا ما كنديروش يعني نديرو التحليل واش جديد ولا قديم عاد تولد. راه عنده تقريبا واحد 12 يوم ولا شحال عنده باش ان الدلاح كي صافي كيتمر. وبالنسبه لمدينه الرشيديه هذا هو الدلاح الجديد يعني اللي دخل ديال مدينه بني ملال.
وتبارك الله عليك والشكر موصول ليك الاخت غزلان يعني على التعليق ديالك وملاحظه قيمه وتبارك الله عليك. هادو اللي كنبغيو مجموعه من الملاحظات ايضا ومجموعه من التعليقات ديال متابعي قناه شوف تي في اللي كنريدوهم وكنبغيوهم باش اننا يكون نقاش بيننا ويتم النقاش بيناتنا ويتم ايضا الرد على ويتم الرد ايضا على مجموعه ديال التعليق ونزيدو نتبادلوا التحايا والحب والاحترام بيناتنا. اقول لها شحال ما طيشه بركه من التليفون الول دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل المتابعين والمتابعات. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تي في بان هذا ولد الله مدينه بن ملال ولا كنشوف بان حتى الثقل ديالو ربما ان الدلاح كتكون واصله مثلا 10 كيلو او اكثر شي بحال داك الدلاح اللي هو صغير واحد شويه كيكون مثلا في واحد 4 كيلو 5 كيلو لا يعني الدلاح راه ربما وصل لاكثر من 10 كيلو. دلاح بني ملال متابعي قناة شوف تي في بمدينة الرشيدية واللي وصل الثمن ديالو 3 دراهم ونص حتى 4 دراهم. نشوفوا غزلان مين كتشاهدي معنا هذا البث هذا وشحال وصل عندكم الدلاح الأخت غزلان؟ وأيضا حتى مجموعة من المتابعين معنا هنا يقولوا لنا شحال وصل يعني الدلاح عندهم في الأسواق المغربية. نتمنى ايضا اجابه مجموعه من المتابعين اللي معنا في هذا البث ويقولوا لنا يعني الاثمنه اللي كاينه في الاسواق والجوده اللي كاينه هذا العام يعني بخصوص الدلاح ولو اننا كنشوفوه واحد شويه يعني كان قليل بان يعني مدينه الزاكوره اللي ما كانش كيتقطع فيها الدلاح الا كان هذا العام هذا بحكم الجفاف الله يحفظ يعني كانت نسبه قليله ديال الدلاح. والخضره حاليا يعني كانت اليوم غادي تدخل يعني يدخل الجديده الساعه مازال ما دخلات كلشي مازال معيد حاليا وما غادي تدخل ان شاء الله حتى اليوم السبت. اي ما انا لادريسي جواد ولاد الحاج 3 دراهم. لادريسي جواد ولاد الحاج ديالنا ولا ديالكم؟ ولاد الحاج ديال مدينه الرشيديه ولا ولاد الحاج ديال من نعرفوا ولاد الحاج يعني ديال من اسدي الادريسي جواد. تبارك الله عليك على التعليق ديالك والشكر موصول لك خويا جواد استجابه لمراسل القناه شوف تي في واللي كيسال ايضا على الثمن ديال الدلاح يعني في كل مدينه مغربيه وكل يعني كنسال جميع المشاهدين اللي معنا في هذا البث هذا سواء كانوا في مدينه الرشيديه ولا كانوا في خارج مدينه الرشيديه في مدن اخرى. ولاد الحاج 3 دراهم الادريسي جواد اللي كيقول لك مدينه الرشيديه تبارك الله عليك. واش حتى هو خويا الادريسي جواد يعني ديال بني ملال؟ السلام عليكم. حتى هو الدلاح ديال بني ملال كاين عندك انت السي عمر واحد الزياده ديال 10 دريال ولا درهم؟ اكيد انني غادي نناقشها المباشر مع خضر. تبارك الله عليك السي جواد الشكر موصول للاخ جواد يعني استجابه لسؤال يعني مبعوت قناه شوف تي في واللي سال على الثمن ديال الدلاح دابا حاليا اللي كاين واش حتى هو ديال بني ملال ولو ان الخضر اكد لي انه ما بقاش بصفه نهائيه يعني الدلاح ديال زاكوره لان الموسم ديالو تسالى بقى دابا حاليا ديال العريش وديال بني ملال والثمن اللي واصل اللي عنده حاليا هو وعلى حد القول ديالو 3 دراهم ونص 4 دراهم الثمن ديال البيع. دابا حاليا كنشوفوا الادريسي جواد اللي هو حتى هو من مدينه الرشيديه وفي ولاد الحاج وكاين الدلاح ب 3 دراهم يعني كاين الفرق. تال نهار السبت ان شاء الله عمي الحاج عاد غادي تدخل الجديده.
يعني انتما هير في مدينة الرشيدية وكاينه واحد المنافسة، ما غاديش نقولوا منافسة، كاينه زيادة ديال 10 دريال ديال الدرهم، 10 دريال ودرهم راه فلوس. ما كرهناش نزيدو نعرفوا يعني الأثمنة ديال الأثمنة اللي كاينه في الأسواق، وخصوصا أيضا إلا كان شي واحد من مدينة الرشيدية ومعنا في هذا البث هذا، يحاول ما أمكن أنه يعطينا الجودة ديال هذا الدلاح ديال بني ملال، وأيضا يقول لنا الثمن اللي كاين حاليا. عبد الغني خضيري واللي كيقول لك غير 4 دراهم الكيلو، زعما ثمن في المتناول، ولا بغيتي تقول تما زعما بلا غير 1-6 دراهم ولا 7 دراهم مزيانه ياك، غير 4 دراهم الكيلو زعما ثمن في المتناول، واللي بغيتي تقول تما زعما بلا غير 1-6 ولا 7 دراهم مزيانه ياك. سي عبد الغني خضيري، هذيك الكلمه ديال موجود وغير ب 4 دراهم، يعني راه ماشي الثمن ديال الرخه، كنا كنشوفوا بانه كانت فقط غير بواحد الدراهم، درهم ونص، جوج دراهم اللي كنا كناخذوا به التلاح. الا هو هذا العام هذا كان سبيسيال، ماشي غير على التلاح، كان سبيسيال على جميع الخضروات وجميع الفواكه والمعيشه كلها، لا سواء في رمضان، لا سواء في العيد الصغير، سواء في العيد الكبير، سواء في اي حاجه، الا وكان ثمن زايد 100%. وكاين اللي كتوصل الحاجه يعني النص بالنص، الا كانت الحاجه كدير 2 دراهم ولات ب 4 دراهم، كانت ب 4 دراهم ولات كدير 8 دراهم، يعني زياده في جميع الخضروات وجميع الفواكه وجميع سواء حتى القطاني حتى المواد الغذائيه في الحيوانات، كل شيء. هذا هو اللي كان سيدي عبد الغني خضيري، والله يدير الخير وسهل على الجميع. والشكر موصول ليك ايضا حتى على التعليق ديالك. لا اصلا ديما من وراء العيد الكبير كيطلع في الثمن، السي عبد الغني ولو انه من وراء العيد الكبير كيطلع في الثمن، الا وكاينه الزياده، راه حنا كنقولوا بلي الزياده كاينه، الزياده راه كاينه، لا في الدلاح، لا في البطيخ، لا في مطيجه، لا في الفلفله، لا في الدنجال، المهم جميع الخضروات وجميع الفواكه الا وكاينه الزياده. الدلاح واخا كان كيطلع كان 3 دراهم كاع، 2 دراهم ونص، 2 دراهم كاينه ولا ما كاينش اليوم، دابا ما كاين غير 4 دراهم، 5 دراهم، 3 دراهم ونص، 3 دراهم، هذا هو اللي كاين. يعني راه الثمن طالع، الثمن طالع زعما في جميع المواد الاستهلاكيه، كاع الحاجه اللي غادي يحط عليها الانسان يديه، سواء الدرويش، سواء عنده، سواء ما عندوش، الا هو تزاد في الثمن. القزبور وتزاد في الثمن ديال القزبور والمعدنوس، وكان فقط غير ب 10 دراهم، وكاين كاع بعض الخطرات اللي كيعطيك جوج القزبور والمعدنوس ب 10 ولا بدرهم، دابا راه كاين 30 40، النعناع اللي ما عمرو وصل ل 50 ريال، ما غاديش نقولوا ما عمرو وصل ل 50 ريال ربطه، ولا دابا حاليا ب 50 ريال ربطه، 40 ريال بحال الا قلنا النعناع كيتشرب فقط غير في الصيف. هذا هو اللي كاين اخويا عبد الغني، وشكرا على التعليق ديالك وتبارك الله عليك، وكنحييك ايضا على هذا التفاعل ديالك في قناه، يعني القناه شوف تيفي، ومع بعد قناه شوف تيفي بجهه درعه فيلالس، يعني اكيد كيعجبوني يعني التعليقات ديال قناه الشعب وديال المتابعين باش انهم يتم الاجابه ويتم النقاش بكل احترام. ومرحبا بجميع السلبيات والايجابيات ديال المتابعين والمتابعات. 4 ولا 5 نستقبلوا ايضا شي تعليق ديال متابعي قناه شوف تيفي، واللي نقاشا حول الدلاح ولا حول موضوع ما. تحيه من كازا سيدي عبد الغني خضيري، تبارك الله عليك، وتحيه كبيره لساكنه كازا العاصمه الاقتصاديه، يحييك من بعد قناه شوف تيفي بجهه درعتها فيلات، وبالضبط من مدينه الرشيديه الى مدينه كازا العاصمه الاقتصاديه، واحيي من خلالها سي عبد الغني خضيري. مكرهتش ايضا كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي انني نستقبل شي تعليق اخر من احد متابعي قناه الشعب. معنا الحمد لله مجموعه من المتابعين اللي معنا وكيشاهدوا معنا هذا البث هذا حول يعني الثمن ديال التلاح، ولا حول الجوده ديال التلاح، ولا حول موضوع ما، لان كلام كيجيبك الكلام وهضره كتجيب هضره، والنقاش مفتوح للجميع، وتبارك الله على كل المتابعين بالتعليقات الطيبه والشيقه ديالهم، واللي الحمد لله كيكون يعني كتكون استجابه واجابه لمجموعه ديال التعاليق، وكنتبادلوا فيها مجموعه من التحايا
حبا واحتراما لكل المتابعين الاوفياء اللي هما هازين الحمد لله بقناه شوف تي في. ولو ان الاخت غزلان كامله يعني غبرات علينا بغينا نعرفوا الراي ديالها الا انها غبرات. وايضا في انتظار يعني تعليق احد المتابعين اللي غادي يقول لنا الجوده ديال هذا المنتوج ديال بني ملال الله ديال بني ملال والثمن اللي كاين حاليا في مدينه الرشيديه هو 3.5 دراهم و4 دراهم. وكاين ايضا حتى في ولاد الحاج على حد قول احد المتابعين من مدينه الرشيديه اللي كيدير 3 دراهم في ولاد الحاج. وفي الحقيقة متابعي قناة شوف تي في وفي عز درجة الحرارة اللي وصلت أكثر من 45-46 درجة في مدينة الرشيدية، إلا وأن الحمد لله الدلاح كيكون يعني شي الحاجة اللي هي مزيانة وخصوصا بارد، أيا يعني ما كاينش شي حاجة غادي تكلسخونها في هاد الصيف، خصوصا بارد. كاينين عشاق الدلاح اللي ما يمكنلوش أنه من مورا الغداء ولا مورا العشاء انه ما ياكلش الدلاح، ولا حتى في شي اوقات اللي هي مناسبه لي انه كتلقاه مثلا قاطع صنانف ديال الدلاح، كنقولوا صنانف ديال الدلاح وكياكلهم، لانه الحمد لله على النعمه ديال الله كتشوفك سبحان الله العظيم انها كتكون كتاخذ الماء بزاف عامره بالماء وكتكون ديك الحلاوه ديالها. يا سلام، تحيه خويا ياسر راك ديما طوب تبارك الله عليك يتيمه الاب. نتمنى ان شاء الله انك ما تبقيش يتيمه الاب، تكوني الحمد لله احنا معك خوتك ولو انه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انه حيت كيمشي توفى مثلا واحد من افراد العائله وخصوصا الام ولا الاب، الا كنفقدوا واحد كنفقدوا بزاف ماشي كنفقدوا واحد كنفقدوا كل شيء. والحمد لله على كل حال وتبارك الله عليك ونتمنى ان شاء الله لك الخير. تحيه خويا ياسين راك ديما طوب. حنان ابراهيم الرشيديه كلشي فيها غالي تبارك الله عليك، وكنحييك ايضا على التعليق ديالك. ماشي جيت معك لان كنلاحظ ان مجموعه ديال الاثمنه اللي كتكون في مدينه الرشيديه الاخت حنان الا كنلقى فيها زايده نغزه، زايده 10 زايده درهم زايده 2 درهم زايده 3 درهم، سواء في الدلاح سواء في مجموعه ديال الفواكه والخضروات، الدلاح وشحال من حاجه يعني زايد في مدينه الرشيديه، ديما الرشيديه زايده نغزه، زايده نغزه ايضا حتى في الشمس. كلشي زايدين فين نغزه. كم الثمن ديال الدلاح عادي المدريدي واللي كيقول لك كم الثمن ديال الدلاح؟ الثمن ديال الدلاح دي عادي المدريدي انه وصل الى مدينه الرشيديه، والدلاح الجديد ديال مدينه بني ملال وصل الى 3.5 دراهم و4 دراهم، وايضا كاين حتى ب 3 دراهم. دخل دخل لا شوف انا دخل لا والو دخل خذ بطاطا خذ مطيشه خذ خيزو خذ دلاع خذ داكشي ديال الله عندك خلص ما عندكش ما تخلصش. ديال من؟ اربعة دلاحات خذيهم يا معرسه معرسه اي والله يكمل بخير ما بقات حتى وحده للزواج دي جوج ليك وجوج ليا. ايه والله الا راني واقف على الزواج صافي وما قالهاليش الشيطان خليني في الوقت خبا عليا ما كيبغيليش الخير عمر غتستاهلي كل خير الله يعطيك كل خير الله ينورك امين يا ربي. يعني هذا هو كلام من متابعي قناه شوف تي في مع كل احبه وكل متابعي قناه الشعب من مدينه الرشيديه ومحبي قناه شوف تي في وايضا محبي هذا الانسان الطيب. انا ما كنشكرش راسي ولكن الحمد لله هذا هو الهيد ديالي ديال مع الناس. كلمه طيبه كتكلم كتولد لك كلام طيب مع الناس. يظلمك الانسان قول له شكرا، قال فيك شي حاجه خايبه قول له شكرا حتى يغلب داك الشكر ديالك وديك المحبه ديالك وديك الطيبه ديالك تغلب الشر ديالو. هذا هو اللي كان كيكونوا فينا عيوب وكيكونوا فينا اخطاء وكيكونوا بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله على كل حال.
عندنا الدلاح في مدينه الزمامره بثلاثة الدرهم. السي عادل المدريدي تبارك الله عليك في مدينه الزمامره، وكنحييك من مدينه الرشيديه الى مدينه الزمامره، والثمن اللي كاين في مدينه الزمامره فقط غير بثلاثة الدرهم من تعليق عادل المدريدي. تبارك الله عليك والشكر موصول لك خويا. كنحيي كل المتابعين والمتابعات، وهذا هو يعني إجابة واستجابة لمجموعة ديال التعاليق. وموضوعنا اللي كاين فقط أنه كان مواشي من مدينة الرشيدية الدلاح جديد ديال مدينة بني ملال، لأنني فين دخلت لعند السيد والخضار قال لك بأن هذا الدلاح ماشي ديال زاكورة ولا ديال شي منطقة أخرى، هذا الدلاح ديال بني ملال اللي عاد دخل اليوم واللي حاليا راه موجود وداير الثمن ديالو 4 دراهم 3 دراهم ونص 3 دراهم على كل واحد، يعني باش كيبيع. الله يجيب التيسير والرزق للجميع، والله يصوب للجميع، والله يفك الجميع، والله يخرجنا من دار العيب بلاعب، خصوصا غير هانتوما في عز هاد الحراره اللي واصله كيف ما كنقولوا واصله لاكثر من 45 46، الا والله يلطف الانسان كتكون درجه الحراره في الجسم ديالو جد مرتفعه، شوفوا ما بالك بحراره اخرى. يلا حتى هادي ديال الله الحمد لله، ما بالك بكلام اخر اللي بغيت نقصد راه بين المعنى. استغفر الله العظيم وكنتوبوا اليه وكنتمناو الخير، ولو اننا غارقين في مجموعه ديال الذنوب، غارقين في مجموعه ديال الحوايج، الا والانسان يستغفر ويقول الحمد لله على كل حال واعتذارا يا الله وصافي. شكرا جزيلا لكل محبي قناه شوف تي في، شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات من الزمامره من مدينه الرشيديه ورحنان من الرشيديه، وكذلك يتيمه الاب تبارك الله عليك عبد الغني خضيري، وايضا عبد الغني خضيري من والادريسي جواد ايضا من ولاد الحاج، وكانوا ايضا معنا من الدار البيضاء عبد الغني خضيري من كازا، وحنان ابراهيم من مدينه الرشيديه، وايضا من الزمامره. كنحيي كل المتابعين ومحبي قناه شوف تيفي اللي كانوا معنا حاليا في هذا البث المباشر، وان شاء الله اكيد متابعي قناه شوف تيفي الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله، ونحاول ما امكن كيف ما كنقولوا دائما انني كنبغي نناقش معكم مجموعه من الاشياء وتنتبادل فيه التحايا والحمد لله والحب والاحترام اللي كيكون بيناتنا.